اللي حصل بيريدوا يدوك من تحت ما تعرفش وش يطلع منين، وكل الكمينات توقفوا وعدوا ازاي مش عارفين احنا. تبص تلاقيه قدامك واقف والمسدس في راسك او البنجل الالف في دماغك. يضربوا وياخذوا بعضهم ويخلعوا، كاني ما فيش حدا حد. كاني ما حد موجود في الدوله. احنا اللي عاوزين الامان من البلد، في البلد ما فيش امان. ده احنا ما كناش قادرين نطلع من البيوت، خوفنا نطلع من البيوت نتضرب بره، قاعدين زي لا مؤاخذة الولاية في البيت. وصدق بأمانة المرأة أنضف عني اللي كان. احنا مدسوسين متخبيين وطالعين متخبيين من العربيات، العربيات مش يعني كنا عاوزين نمشي وخايفين نمشي في عربيات. ده حسين قابلونا عملوا لنا يدقوا في الكمن بين الكمن وأخوه صفوك. إيه المشكلة؟ عباك ما تحركش الكمن، ممنوع يتحرك الكمن من بطن. دي اللي كان مخوفنا على الطريق، يا ما عدي أنا الحمد لله دينا هنا. والغرب شغالين على اساس الفتنه. ما في فتنه، هي فتنه اللي عملوها. ليه؟ النار ده هل انتوا كله دلوقتي مخ خلاص تمام التمام؟ خالة مدحت اللي اتقتل وجوز اختي اللي مع مدحت ابوه اللي اتقتلوا يوم الثلاث الساعة 10:30 خبطوا عليهم، فتح مدحت الباب دخلوا طبعا معاهم الأسلحة، معاهم اللي هو متعلق على الكتف ده ومعاهم اللي هو صغير شوية ده، بالصغير شوية ده اللي هم ايه في راسه على طول. دخلوا شوية أبوه طلع من الأوضة شاف ابنه مرمي وكده، عارف إنه إرهاب، قال لهم أنا راجل كبير وما بروحش في حتة وغلبان وما بطلعش، راحوا مدينه رصاصة هنا. قالوا لأختي معاكي ذهب؟ بس تلاقوا في إيدها دبلة، راحوا مقلعهنها وأخدينها. دخلوا المطبخ خدوا الأنابيب وخدوا الحلل وخدوا البوتاجاز وراحوا، والشهداء ما مرميين في الأرض، راحوا معاهم حاجة ما عرفش هي، ولعوها على طول. النار في كل البيت اتعملت، حتى مدحت محروق، الصور بتاعته لو شفتوها محروق.